لمناقشة استمرار المعارك بين الجيشين الأذري والأرميني وموقف تركيا من هذه المواجهات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أستاذ يوسف، مرحبا بكم. مواجهات عنيفة مستمرة بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني في إقليم كاراباغ المتنازع عليه، لكن هنا ما الذي تختلف هذه المواجهات عن سابقاتها؟ مساء الخير، أهلا بكم أستاذ المشاهدين. أهلا بيك. المواجهات التي حدثت اليوم هي اعتداءات سافرة من قبل القوات الأرمنية على القرى الأذربيجانية على الحدود، هذا واحد. ثانيا، لا ننسى أن هنالك أراضي مغتصبة من قبل الأرمن الذين هم استولوا على منطقة كاراباغ التي هي تابعة لأذربيجان منذ عام 1990. وهذه المنطقة أصلا معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أنها أراضي أذربيجانية. الجديد في الموضوع أنه يوم الأحد، يوم أمس، القوات الأرمنية في تصعيد غير مسبوق قامت بالهجوم على القرى الحدودية، وبالتالي استهدفت المدنيين واستهدفت البنى التحتية. هذا الهجوم هو ليس فقط هجوم استفزازي، وإنما ارتكبت جرائم حرب، فكان هنالك أكثر من 30 قتيلا من المدنيين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، وبالتالي دفع هذا إلى أذربيجان أن تعلن الحرب بعد منتصف ليلة أمس. واليوم استردت أذربيجان 5 قرى هي متابعة لإقليم كاراباغ. إذن الاعتداء من قبل الأرمن والدفاع وصد الهجوم من قبل أذربيجان، والآن فتح هذا الملف مرة أخرى، ملف كاراباغ الذي هو بالأصل أراضي احتلتها أرمينيا. طيب. والآن تطالب بها أذربيجان بعد هذا الاعتداء السافر. طيب. أتوقع بأنه على الجميع أن يعلم بأن تركيا داعم أساسي لأذربيجان، لأنها هي التي تعرضت للهجوم الغاشم. هو بالنسبة إلى هذا الموقف أستاذ يوسف، وأن يكون هناك إعادة الأراضي لأصحابها. أستاذ يوسف، بالنسبة إلى موقف تركيا، يعني ما الذي يدفع تركيا لهذا الموقف الداعم لأذربيجان؟ هل أثر سيطرة أرمينيا على إقليم كاراباغ سيؤثر على المصالح التركية الأذربيجانية؟ الذي يدفع تركيا أن تدعم أذربيجان هي المقولة المشهورة أنه شعب واحد لدولتين. طيب. الشعب الأذري والشعب التركي هم شعب واحد في دولتين منفصلتين. العلاقات الاستراتيجية بين كل من أذربيجان وتركيا متنامية، وهي تمثل مصالح عليا مشتركة. لا يمكن تحييد الموقف التركي عن أذربيجان، وأذربيجان كانت أكبر دولة داعمة لتركيا في محاولة الانقلاب الفاشل. تصريحات رئيس الجمهورية اليوم أردوغان قال نحن جاهزون لتقديم كافة أنواع الدعم، ونحن مع أذربيجان سواء على الطاولة أو حتى في الميدان. وبالتالي موقف تركيا واضح، هي مع المعتدى عليه وضد المعتدي، ولا يهم من يدعم هذا المعتدي. طيب أستاذ يوسف، روسيا تدعم أرمينيا بينما تركيا تدعم أذربيجان، هل هذا يعني بشكل أو بآخر أن تحول كاراباغ ربما إلى بؤرة إن صح التعبير لصراع تركي روسي على هذه المنطقة؟ ليست فقط روسيا يا سيدي، روسيا تدعم أرمينيا، إيران تدعم أرمينيا، فرنسا تدعم أرمينيا، هنالك أصوات تتعالى من هنا وهناك دعم أرمينيا. الذي يدعم أذربيجان هي فقط تركيا. هنالك قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا موجودة. أتوقع بأن روسيا هي حريصة على ألا تخسر الجانب التركي. التصعيد أن يخدم روسيا في علاقاتها مع تركيا، وبالتالي روسيا الآن هي أيضا تطالب بوقف إطلاق النار. إذا ما استمر هنالك أو كان هنالك أي دعم من دول خارجية لأرمينيا، هذا سيؤدي إلى تأزيم الموقف أكثر وأكثر، وسيؤدي ربما إلى التدخل التركي الداعم لأذربيجان. تركيا لن تتوانى عن دعم أذربيجان بكل ما تملك من قوة، لأن أذربيجان هي المعتدى عليها، والأراضي المحتلة هي أراضي أذربيجانية بنص قرار الأمم المتحدة. روسيا هي على المحك الآن، هل ستكون تقف في موقف المنصف والمعتدل وتتماشى مع قوانين الأمم المتحدة، أم تريد أن تستغل الفرصة لتصفية حسابات ربما سياسية مع تركيا؟ يعني أستعير منكم أستاذ يوسف عبارة أن تركيا ستدعم أذربيجان لكل ما تملك من قوة، هل نفهم من ذلك
أنه ربما يصار الوضع إلى تدخل عسكري تركي أستاذ يوسف؟ إذا ما لزم الأمر نعم، تركيا داعمة وتركيا لن تتخلى عن مواقفها الداعمة لأذربيجان، وهذا الدعم يجب أن يفهم بكافة أشكاله الدبلوماسي والسياسي، وإذا ما لزم أيضا العسكري، لأن هناك اعتداء غاشم وهناك استهداف للمدنيين، ورسالة الرئيس أردوغان ورئيس المجلس والبرلمان التركي والناطق باسم رئاسة الجمهورية، جميع هذا رسائل واضحة. واليوم هولوسي أكار وزير الدفاع التركي صرح بأن تركيا تطالب بوقف إطلاق النار فورا، أرمينيا دولة معتدية وعليها أن تلتزم بوقف إطلاق النار، وإلا سيكون هناك نتائج غير محمودة على أرمينيا. أستاذ يوسف، هنا ما الذي يمنع دعما دوليا لحل الأزمة حلا سلميا بين أذربيجان وأرمينيا؟ ألا يهتم الغرب بحقول النفط الأذربيجانية في بحر قزوين مثلا؟ يا سيدي، الحل الدولي لهذه المشكلة منذ أكثر من 28 عاما وهي تنتظر الحل الدولي. الحل الدولي لا يقدم ولا يؤخر. نعم، ربما عيون الدول التي تريد الحل الدولي ليس من أجل سواد عيون الأذربيجانيين، وإنما من أجل حقول النفط الموجودة. نعم هذا صحيح، ولكن ربما هناك من يريد أن تبقى هكذا مشاكل قائمة وإشغال وإلهاء الطرفين في استنفاذ قواتهم، وربما أيضا لإشعال حل في المنطقة. كل الاحتمالات موجودة، ولكن تركيا تبقى هي صمام الأمان، وتركيا هي دولة قوية متنامية. لا يمكن الحديث عن أي حل في تلك المنطقة بدون أن يكون لتركيا رأي فيها أو دور فعال فيها. أستاذ يوسف، يعني استشرافكم للمستقبل، وأنت يعني من الكتاب والمحللين السياسيين التركيين المعروف عنهم ويشار إليهم بالبنان، لو استشرفت المستقبل، هل من سيناريو واضح لإنهاء هذه الأزمة؟ إلى أين ستنتهي هذه الأزمة بتقديركم؟ أنا برأيي أتوقع كاستشراف لهذه الأزمة هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن أذربيجان هي مستعدة لكافة الاحتمالات، وأنها عازمة على تحرير الأراضي المغتصبة التابعة لها، وأتكلم عن إقليم كاراباخ التي يمثل 20% من مساحة أذربيجان وهي اغتصبت، وأتوقع بأن هي لن تتراجع حتى يتم استرداد هذا الإقليم. التحدي الكبير هنا ردة الفعل للدول الداعمة لأرمينيا التي هي في حد ذاتها الدولة ضعيفة لا تستطيع أن ترد عن ذلك، ولكن هنالك من يدعمها لدخول في مغامرات المحسوبة كاليونان. أما النقطة الثانية، أو ربما نرى بأن هنالك من سيطالب بوقف إطلاق النار الفوري والسريع في حال ما تقدمت القوات الأذربيجانية، ونحن نسمع الآن تقدم اليوم تحرير 5 قرى، ربما غدا نرى تحرير نصف الإقليم، فستهرع أرمينيا والدول الداعمة لها فرنسا أمريكا روسيا إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لكي لا يتم تحرير كافة الأراضي، وربما توافق أذربيجان إذا ما كان هنالك تحقيق مكاسب على مراحل متعددة. هذه احتمالات واردة، ويجب أن ننتظر لنرى كيف ستؤول إليه الحالات. من إسطنبول، يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لكم.